جاءنا شكاوي كثيرة بسبب غلاء الفاحش للإيجارات والرهن، فاجتمعنا نحن كاتحاد مكاتب العقارية مع غرفة التجارة مع الناحية الغربية والشرقية، وقررنا عدة بنود من ضمنها تحديد أسعار الإيجارات، تحديد أسعار الإيجارات على أن لا يعني بدءا من 10,000 ليرة في الأحياء البعيدة نوعا ما، وإلى الحد الأعلى 25,000 ليرة سورية. كل مخالفة زيادة عن السعر يخالف صاحب المكتب العقاري بضعفي المبلغ. نوجه البيت ب50,000، وفي بيوت ب40,000، هلا بنتي مأجر ب40,000، وهلا عم نطلبوا شقق بالدولار كل شهر 100 دولار، يعني أنا مثلا بالنسبة لي راتبي 40,000 راتبي وراي عائلة، و50,000 ما عم يكون مسايلة بعض، يعني المصروف البيت وشغلات البيت يعني كمان إيجار غالي، والحصول على البيت يعني كمان يعني صعب الواحد يحصل على البيت. يعني غرفتين من طين ومطبخ ما في، يعطون 30,000 35,000، وين هالنخوة، وين هالكرامة، ما ضل شيء. يعني واحد دخله محدود، يعني واحد شريطه ما يطلع 60-70,000 بده يعطي 30-35,000 إيجار البيت، وهذا المواطن دخله يعني ما يتزايد عن 70-75,000، شو بده يوفي معه هذا المواطن؟ يعني شغلة بدها إجدان وشغلة بدها ضمير.